السلام عليكم. بداية الحلقة باش نخصوها للقرعة اللي صارت اليوم في كاس الكاف وربيعة الأبطال الإفريقية. قرعة لن نجم نقولوا عليها لا سهلة لا في المتناول ولا كيف كيف صعيبة. الأندية التونسية المشاركة في المسابقة الإفريقية خويا حط اللي عندك تفاديا للمفاجآت. بالنسبة لقرعة ربيعة الأبطال، النجم الرياضي الساحلي باش يواجه شباب قسنطينة الجزائري، والمتأهل بيناتهم باش يواجه يا إما أزاكو ديكارا التونغولي أو التوغولي أو الجيش الملكي. النجم الرياضي الساحلي لو تأهل ضد شباب قسنطينة باش يواجه بنسبة كبيرة الجيش الملكي. قرعة النجم نقولوا عليها صعيبة للنجم الرياضي الساحلي كيف كيف راهي صعيبة للجيش الملكي. رانا مانيش نحكيو على جيش ما نعرفش شنو، مانيش نحكي على فريق عنده تقاليد كبيرة في رابطة الأبطال باش نقولوا والله صعيبة على النجم الرياضي الساحلي. صحيح صعيبة على النجم الرياضي الساحلي كيف ما هي صعيبة على الجيش الملكي. هو النجم الرياضي الساحلي حتى لو باش يواجه الأهلي المصري وما أدراك في القارة الإفريقية كل شيء وارد، فما بالك الفريق. النجم نقولوا لهنا 50-50 بطل تونس ضد بطل المغرب. إن شاء الله حظ موافق للنجم الرياضي الساحلي، ولو أنه القرعة نوعا ما ما خدمتش الفريقين لأنها ممكن كانت النجم الساحلي أو الجيش الملكي يطيحوا ضد أندية نوعا ما في المتناول. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي المتأهل للدور الثاني باش يواجه يا إما جارد النيجيري أو الديوانة السنغالي. الترجي الرياضي التونسي ما عنده حتى خيار. الترجي الرياضي التونسي مستانس بالأجواء هذه، مستانس بالدور التمهيدي الأول بالدور التمهيدي الثاني، مستانس بدور المجموعات الربع النهائي النصف النهائي النهائي، مستانس بالألقاب. لذا ما عنده حتى حل كان التأهل للدور أو دوري المجموعات. بالنسبة الكأس الكونفدرالية، النادي الإفريقي باش يواجه الفائز بين بحير دارسيتي الأثيوبي أو عزم التنزاني. مهما كانت الأندية اللي باش يواجهها الترجي أو باش يواجهها النادي الإفريقي الحيطة وكل الحيطة، والله أندية في المتناول. حتى الموسم الفارط النادي الإفريقي أو جماهير النادي الإفريقي قالت نادي في المتناول، نسيت حتى اسمه الفريق اللي خرج النادي الإفريقي في ملعب رادس. لذا النادي الإفريقي ما يحقرش منافسيه وفي نفس الوقت ما يعطيهمش قيمة كبيرة. المستوى اللي وصله النادي الإفريقي حاليا قادر أنه يفوز عليهم ويتأهل لدوري المجموعات. وبالنسبة للأولمبي البيجي اللي باش يواجه أبو سليم الليبي، ولو تأهل عليه بحول الله باش يواجه فريق أوغندي. الأولمبي البيجي عمل عليه أكثر بالتأهل الكأس الكونفدرالية الإفريقية، يعني لو تأهل لدوري المجموعات حدث كبير برشا، لو ما تأهلش عمل اللي عليها وأكثر. حاليا الآخر أخبار النجم الرياضي الساحلي والنادي الإفريقي. فيما يخص النجم الرياضي الساحلي نعرفه اليوم رسميا زين الدين بوتمان اللاعب الجزائري فسخ عقده من النجم الرياضي الساحلي وينتقل الشباب بالوزداد الجزائري. على حسب بعض الأخبار وعلى حسب ما اتصالاتي اتصلت مع بعض لخيان المقربين من نجم الرياضي الساحلي زين الدين بوتمان، نعرفوا أنه عقده نورمالمون ينتهي 2024، يعني مازال له موسم مع النجم الرياضي الساحلي، ومع هذا يفسخ وينتقل شباب بالوزداد على خاطر يسال بلغتنا احنا خلينا نبسطوها، يسال النجم الرياضي الساحلي فلوس تقريبا 800,000 دينار. يعني زين الدين بوتمان لو يشكي بالنجم الرياضي الساحلي الفيفا او اللي هو باش تغرم النجم الرياضي الساحلي بمبلغ قيمته 800,000 دينار. لو الاخبار هذه ما هيش صحيح، اكبر مستفيد هو النجم الرياضي الساحلي. علاش؟ على خاطر تسمع بها الاسم العالي والمربط الخالي زين الدين بوتمان وقت اللي مشى من النادي الافريقي وانتقل للنجم الرياضي الساحلي، جماهير النادي الافريقي اتحسرت عليه، جماهير النجم الرياضي الساحلي فرحت على الاخر. في الاخر وقت اللي شفنا زين الدين بوتمان الموسم الفارط والموسم كيف كيف اللي قبله صراحه ما قدم حتى شيء، نحبه ولا نكره. يعني كي تسمع زين الدين بوتمان يعمل لك كعبة اثنين تقول هذا هو الملاعب، هذا هو اللي باش يصنع ربيع النجم الرياضي الساحلي، هذا هو الشيخاوي في زمانه، هذا هو هذه هي الملاعبية عبارة باش نوليه ونقارنوه بزبير بيا ونجوم النجم الرياضي الساحلي. لكن صراحة ملاعبي عادي وأكثر من عادي، صبر عليه النجم الرياضي الساحلي إلى حد الآن زوز مواسم وما قدم فيهم حتى شيء. يعني لو زين الدين بوتمان ينتقل فقط الشباب بالوزداد
وما ثماش غرامه على النجم الرياضي الساحلي اكبر مستفيد. وصدقوني وتو نشوفوا مع بعضنا الموسم الحالي اكبر مستفيد هو النجم الرياضي الساحلي اللي تخلص من زين الدين بوتمان لانه عنده ملعبيه شبان امكانياتهم صدقوني افضل من زين الدين بوتمان وليامة بيناتنا. وممكن جماهير النجم الرياضي الساحلي يتفرجوا فيه في التدريبات في اللونترنمون يمكن راهو ابهرهم بجيست تكنيك بفان تكنيك يقولوا والله هذا هو الملاعبي وهذا هو وهذا هو، لكن اعطيني في الصحيح اعطيني في المقابلات الرسميه ما حشتيش بيك راهو خويا في اللونترنمون وما حشتيش بيك زاد كيف كيفه بما انك لاعب اجنبي في مقابله ضد فريق يلعب على تفادي النزول. اعطيني شنو عمل ضد الترجي الرياضي؟ ما عمل شيء. اعطيني شنو عمل ضد النادي الافريقي؟ كيف كيفه ما عمل شيء. هذه المقابلات اللي صراحه شاهدتها. لذا زين الدين بوتمان نعاود نقوله يفكرني برشا بإيهاب بالحسيني لاعب النادي الافريقي، كي تشوفه في التدريبات تشوف الباسمون جومب تشوف اللي باس نتاعو تقول يا معلم هذا هو عالمي نقعد نستنى فيه في نهار الاحد شنيه باش يعمل بالضبط. يجي نهار الاحد ما ثم شيء، تعطيه فرصه 2 3 4 10 كيف كيف ما ثم حتى شيء تتلز باش تتخلى عليه. لذا نعاود نقولها المستفيد الاول بانتقال زين الدين بوتمان الشباب بالوزداد هو النجم الرياضي الساحلي. نجيو حاليا الاخبار النادي الافريقي بعد ما قام بانتدابات نوعا ما محترمه مقارنه بالوضعيه اللي يمر بها النادي الافريقي المكلف بالانتدابات في الفريق صابر خليفه. بلغتنا احنا قال لك مكبش نحب نجيب راس حربه ممتاز، راس حربه قادر انه يقدم الاضافه. وعلى حسب بعض الاخبار صابر خليفه يحب يتعاقد مع لاعب الملعب التونسي هيثم الجويني. نعرفوا الايام القليله القادمه كان ثم كونتاكت بين اداره الترجي الرياضي والملعب التونسي، حتى انه رئيس الملعب التونسي حكى في اذاعه اي اف ام قال حشتي بمبلغ قيمته تقريبا مليار. إدارة الترجي الرياضي أعطت مبلغ قيمته 500,000 دينار، بعد المفاوضات الترجي الرياضي زاد 100,000 دينار تقريبا 600,000 دينار. في المقابل رئيس الملعب التونسي هبط المبلغ ل 800,000 دينار. في الاخر بقات بيناتهم 200 مليون على خاطر نحكي باللغه هذه. كان تشوفوا رئيس الملعب التونسي كيف يحكي عباره في رحبه ويحب يبيع كبش مش يحب يبيع لاعب كره قدم. في الأخير الترجي الرياضي التونسي استغنى على خدمات هيثم الجويني. حاجة أخرى هيثم الجويني يقول لك بعد ما تقدمت الدعوة للمنتخب التونسي ما نحبش نكون مهاجم في الترجي الرياضي التونسي. الترجي الرياضي التونسي اللي عنده محمد علي بن حمودة، عنده كيف كيف اللاعب الجزائري المصاب، كيف كيف عندك فرق ثابت يفكر في ملاعب أجنبي من طراز ثقيل. يعني هيثم الجويني ينجم الموسم الحالي ما يكونش عنده مكان في الترجي الرياضي التونسي وهكا يخسر مكانه في المنتخب التونسي. يعني لو رئيس الملعب التونسي لهنا نفهموا كل شيء ونفهموا انه الاخبار هذه خاطئة غالطة. يعني رئيس الملعب التونسي يقول لك حشتي ب 800,000 دينار للاستغناء على خدمات هيثم الجويني. نعرفوا النادي الافريقي فلوسه الكل حاطه في رفع منع الانتداب. يعني حاليا نحكيه على فريق ما عندوش فلوس وهذاك علاش يعني قاعد يتفاوض مع ملعبيه انتهت عقودهم مع انديتهم. يعني النادي الافريقي حاليا نحب ولا نكره ما عندوش مبلغ قيمته 800,000 دينار باش يتعاقد مع اللاعب هيثم الجويني. هيثم الجويني قادر انه يقدم اضافه للنادي الافريقي، لكن النادي الافريقي نحب ولا نكره ما عندوش الامكانيات كما قلنا باش يتعاقد مع لاعب الملعب التونسي. حلقتنا اليوم وفات كالعاده البياري متبقى كمشي يقول لكم حظ موفق للمنتخب التونسي، حظ موفق اللاعبين الدوليين في الدوريات الاوروبيه وفي الدوري التونسي. تحيه تونس، تعيش تونس، كلنا تونس. سلام.